الشمس اتجننت عندها وانا بخدمكم من زمان وانا عارف البير وغطاء والراجل صعبان عليا. طب تعالى تعالى بس يا شمس تعالى هنا بقى. الواد ده ما يشتغلش تاني. الواد ده هقعد من يوم وطماع. كل شيء يتصلح يا معلمي. تعالى بس يا شمس. الواد ده يتقطع حتت. هيتقطع يابا. هنعمل كل اللي لازم بس اهدى انت بس. ما حدش هيقدر يمس شعره مني وانت عارف وانا عارف يا معلم سلكاوي. شيل الواد ده من قدام الاتباعه. تعالى بس. تعالى بس. سيبه سيبه. تعالى معايا يا شمس. تعالى. تعالى انت يا شلبي. عايزك ترص لي الشيشه وتروقني. ايوه كده يا معلمي. روق روق. ده احنا كلنا صبيانك وبناكل من خيرك. ما هو مش معترف. عايز يفهمني ان استغلالي. هجيب لكم منين؟ ما انتم زي الهم على القلب. على رأي الليل المعلم في رقبته كوم شغيلة مش لازم يكافئ عشاننا يا جدعان. اقعد يا معلم. روق روق. نبي الشيخ تسامحه. ده مهما كان صبي من صبيانك الحلوة. انت داخل دماغي يا ده شلبي. انا خدامك يا معلمي وانا هعقله برضه. وعلى رأي المثل اللي فوق فوق واللي تحت تحت. طريق هتروق يا صاحبي. روق شمس الله. روق يا حبيبي. الراجل اتهرس وانتص في دماغه كان هيروح فيها نتيجة الاستغلال بتاع المعلم اللي على اصله. يا عم بلاش الكلام الكبير ده. بلا استغلال بلا بتاع. اما امرك عجيب قوي يا نسر. انت عايز تاجر يكسب اكتر من 1000% وما يبقاش استغلالي. الناس بتكتر وما بتشتغلش وعايزين الحكومة تجيب لهم المام لحد السرير. الله. وانت مع الحكومة؟ يا عم انا صايع. انا صايع. انا مش مع حد. وعلى رأي اللي قال اهو كله بيهلب من كله. وعشان كده لعلمك بقى مفيش خير. بالك انت شمس لو كله بطل استغلال كله الخير يكتر وترجع البطيخة باربعة ساغ على رأي حماتي. انت عايز تقول ايه؟ انا بهلفط يا جدع بهلفط. وانا يعني كلامي ليه قيمة؟ احنا ملناش دعوة يا عم. داعي الخلق للخالق. مالك انت؟ عايز افهم انا بقى مالك انت ومال اللي بيستغل واللي ما بيستغلش. ها ان شاء الله كده لما نتغنى انا وانت ويبقى عندنا مال قارون ها هنستغل برضه. اه تحب ساعتها بقى يجي لك واد يطلع لك كده يقول لك ما تستغلش. ها ده انا كنت ابزز عينيه. ايه رايك في منظري وانا مستغل ولا ها؟ هبقى اخر حلاوه. حاكم انا شمس جوايا فرعون بس لما اتمكن. فرعون بس هيبان في وقته. يابا يابا انت لاقي اللضا يابا. ليه؟ ما يمكن انا اخي بقى زي فريد شوقي في فيلم الفتوه. عليا النعمه بكره ابقى من المعلمين الكبار قوي. واعرف واحده ست من السرايا وهي اللي هتجيب لي الخير كله. بس في مشكله كبيره يا شمس. ايه؟ هنجيب ميمش كيب منين بس؟ طب انا فريد شوقي وانت محمود المليل. والسلكاوي ده اللي ما تسماش نقول مين زاكي روستون. ها فاضل مين بقى؟ ميمش كيب. انت بتحلم يا نسر. وما احلمش ليه يا اخي؟ عشان السوق مقفول على اصحابه بالضبه والمفتاح. يا شمس يا شمس في القمة متسع للجميع. يا حبيبي السوق قافل على اصحابه وولادهم. مفيش مخلوق يقدر يهوب. انت ما خدتش بالك من اللي حصل للحاج عبد الرحيم؟ دول فعصوه هشموه. يا ابني دي حاجة ودي حاجة. كلها حاجة واحدة اسمها مفيش مخلوق يقدر يدخل في الدايرة. بكرة فكرك يا شمس. انا بقى اللي بكرة فكرك. وعيش بالراحة يا شلبي. عيش بالراحة يا نسر. احنا ما صدقنا لقينا لك لقمة حاف تاكلها عشان انت في رقبتك زوجة. ها الا صحيح يا نسر مفيش حاجة جاية في سكة؟ لا والله لسه يا ربنا ما قراتش. المهم هتعمل ايه دلوقتي مع المعلم؟ ما تخافش المعلم ما يقدرش يستغنى عني. سره كله عندي. وما دام ما ترفعش راسك عندهم هتفضل عندهم. ما انت كنت عايز ترفع ولا دي كانت هلفاطة يعني؟ هلفاطة ولا مش هلفاطة في الآخر هلفاطة. عجبي. اديني الدنيا بياعين اديني الدنيا.
يا بياعين في اكل شهد التين التين في يومئة يا بياعين التين التين. طب ما تفتحوا المزاد. هنفتح يابا بس ما تزوقش في المعلم هندوة شلبي، عايزين نفتح المزاد. واقف على الناس يا معبد انفعاصه كده. طب ما تروح تندهله. يا عم ليش دعوه بيه غلس وندهله ليه؟ انا مال انا يا نسر، البياعين واقفين وعايزين نشوف حالنا. يا عم سئيل هيتسائل عليا، روح له انت. اوه ماشي ماشي يا عم ماشي. معلم هنداوي يا معلم هنداوي. عايز ايه ده شمس؟ يلا يا عم عوقت ليه؟ يلا مش شايفني بتكلم مع اوسا؟ بلا اوسا بلا بتاع. خلاص يا اوسا انا هاجي النهارده. انت بقالك 3 ايام معلقني، بتقول هتيجي ولا بتجيشي؟ لا انا هاجي اوسا، هاجي مع سامه اوسس. اتكل انت على الله. دي اوسا. يلا اخويا يلا اخويا يلا معلم، التين هيحمض. في قلب لي دماغي حضرتك. يلا ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ادي تاتو. بص انا يا شمس بتحل من على المشنقه، دي اللي يتقال عليها صحيح فرنسويه في الحي الشعبي. ايه ده؟ ايه يا كريمة؟ الله، ايه اللي جابك هنا كريمة؟ امي قالت لي روحي هاتي منه شوية خضار. يا سلام، ما كنت تقول يا اختي من الصبحية وانا جايبلك. يا اهلا يا اهلا وسهلا بست ستات. تشربي يا زوزة؟ ما تشربش حاجة، ما تشربش برا حاجة. ايه وازاي الوالدة؟ بخير كويسة امانة، تسلميلي عليها. لحسن يا ولدها من يوم ما خدتها الاسعاف وانا زعلان. يلا يا معلم عشان مغزى انا هنفتح المزاد. طه وجب وجب قوي، الحكايه تستاهل قوي. حكايه ايه اللي تستاهل؟ التين، التين هيحمد. التين حمد، التين حمد قوي، واتكل على الله عشان المزاد هنفتحه بقى. شوف انا ما ادفعش بالمشمش ده غير 16,000. 16,000 ايه؟ احنا بايعينه السنه اللي فاتت ب 22,000. مشمشك عندك وانا فلوسي في جيبي. خلاص قابل يا معلم، بس هتروح من ربنا فين؟ شوف يا معلمي، ما تبصليش يعني على اني شيالة معلمي، انا برضو دماغي حلوة، وانا بيني وبينك يعني عايزك تاخد بالك من صحتك يا معلمي. الصحة تكتب كبير قوي. مالك صحتي؟ فل فل، بس عايزك تاخد بالك منها اكتر بصراحة معلمة. احنا بلاش غيرك. ماشي يا شلبي. خد يا معلمة. ايه ده شلبي؟ دي بقى وصفة تجرد الدم في العروق، تخليك فرس، بتجدد الحيوية. زي ما تقول كده يعني فيتامين اتش. دي لا مؤاخذه بقى، سرها الوحيد عندي انا. خد منها كل يوم 9 معلقة، وادعي لي. هتدعي لي يا معلمي. انت بصراحه بتشقى، واجب علينا كلنا نحميك. يا مأكلنا عيشنا، يا مدفنا فرشنا. أبرام فيك يا شلبي، مع إن عمرك معايا لسه قصير. اشرب الشاي. إيه اشرب الشاي؟ اشرب الشاي. طب ما أنا بشرب الشاي. طب بقول لك يا شمس. يا عيون شمس. المعلم بتاعنا وابنه بيكسبوا كام في اليوم؟ يا عم وإحنا مالنا؟ ما أنا عارف إحنا مالنا. عارف أنا إن إحنا مالنا. بس إحنا بنتكلم يا أخي. لسه كلام ما عملوش عليه ضريبة مبيعات. كسبوا كتير كتير قوي فوق ما تتصور. اكتر من 1,000 جنيه في اليوم. 1,000 جنيه يا ابني؟ قول 10. امال ايه في المواسم بقى؟ قول 20. حاجة جميلة قوي. ايه متغاظ منهم؟ متغاظ من ايه؟ ده انا حابة احسن منهم. يا اخي بطل الاحلام اللي انت فيها دي، اعرف بقى كويس انهم هيستخدموك وخلاص، ومش هتطلع يا ابني من الام. بيتهيألك. اقول لك ايه، انا دخلت في نغشيش الراجل، وهدخل اكتر وهتشوف. مفيش حاجه مضايقاني غير ابنه. يا باي غلس غلاسه يا شمس، صايص، عامل زي الطبيخ الصايص اللي بتعمله حماتي. كريمة كركر
يا شلبي. شيل عني العيش سخن. ايه ده؟ احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ ايوه عندنا ضيف قاعد مع عمي. مين؟ المعلم هنداوي. هنداوي؟